السلام عليكم مشاهدي قناة طوب حدقة، مرحبا بكم. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفة باردة ومنعشة، فلون بالبسكوي. باش نوجدو هاد الوصفة كنحتاجو 100 غرام ديال الكوكيز، 4 المعالق كبار ديال الكوك، 80 غرام الزبدة، 2 معالق كبار ديال العسل، لترو الحليب، فلون ايديال فاني، فلون ايديال الفريز. وها هما المقادير غادي يبانو على الشاشة. باش توجدي لاباط ديال البسكوي كنديروه في الميكسور ونزيدو عليه الزبدة، الكوك، 2 معالق كبار ديال العسل وكنطحنوهم. من بعد كنقلبوا لاباط، اذا بقات ناشفه نزيدوا الزبده والعسل ونعاودوا نطحنوها. باش تزيني الفلون خذي لاباط البسكوي وحطيها في القاع ديال الجبانيه بهذا الشكل باش تجمعها، وحطيها في الثلاجه باش تبرد. ومن بعد خذي لاباط البسكوي وجمعها في الطبق بهذه الطريقه وقطعها بالمول بهذا الشكل وحيدي الشياطه بشي معلقه. كبين السيترو ديال الحليب بارد وخوي فيه باكيه ديال الفلون وبداي تخلطيه حتى يتجانس. اي بريباراسيون ديال الغبره اللي كتخلط مع الماء اولا الحليب خاص السائل يكون بارد. من بعد شعلي عليه وبقاي تحركيه حتى يغلى. نخرجوا الجبابن من الثلاجة ونخويو فيهم الفلون ونعاودو ندخلهم باش يبردوا. من بعد حيديهم من الجبانية بهذا الشكل وقدميهم. وبالصحة والراحة. كنتمنى هاد الوصفة تعجبكم، جربوها وبارطاجوها مع احبابكم. شاركوا معنا في القناة، ضغطوا على الجرس وتابعونا في الفيسبوك. إلى اللقاء في الوصفة الجاية.